الحال في سيوة اتغير والصرف الزراعي بقى أزمة بتهدد كل أشكال الحياة بالواحة. عندنا مشكلة اسمها مشكلة الصرف الزراعي في الواحة بقت مرهقة جدا لأهالي سيوة. وبمرور السنين حجم البحيرات في الواحة زاد بشكل مخيف وطمس كتير من أراضي الواحة الخصبة. القيادة السياسية ترأى لها أن لازم يحدث نقلة في هذه المنطقة وحماية لمنطقة من أهم المناطق في مصر، وبالتالي كان القرار السياسي أن لازم يتم التحرك من قبل الجهات المختلفة لإعادة سيوة تاني لعصرها الذهبي. أجهزة الدولة رصدت 2 مليار جنيه في مشروع فريد من نوعه لاستعادة التوازن البيئي في الواحة، وده بالتعاون مع الأهالي. رجال وزارة الموارد المائية والري وخصوصا قطاع المياه الجوفية كانوا موجودين دايما على الأرض ودايما قريبين من الأهالي. سمعنا المشاكل الحقيقية اللي هم عاشوها على مدار عشرات السنوات. الحقيقة دايما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كانت موجودة معنا، الزملاء والباحثين والأساتذة في جامعة القاهرة كانوا معنا خطوة بخطوة. اللي احنا مش متخيلينه ان تيجي جهات متخصصة وتشوف ابعاد الموضوع والبعد اللي سيوة تتطور فيه في الناحية الزراعية والناحية السياحية للسنين القادمة. وضعنا حل متكامل بيشمل جميع الابعاد الاقتصادية الاجتماعية والبيئية علشان نقدر نحقق تنمية حقيقية وتنمية مستدامة. الحل هيتم من خلال استهداف عدد من الآبار السطحية اللي تم حفرها على الطبقة السطحية من خزان حجر الجيري، نستهدفها بالغلق، الغلق التام. مع حفر آبار عميقة بنستهدف ميها مياه عذبة نقية من الحجر الرملي النوبي تتجاوز أعمقها 1000 متر. وبيتم خلط المياه النقية من الأبار العميقة مع المياه ذات الملوحة المقبولة من الأبار السطحية والمصارف الزراعية، وده بيخرج كمية مياه ذات ملوحة مقبولة بيتم توزيعها عن طريق شبكات توزيع وخزانات خلط على المنتفعين. أول ما شفنا الحفار دخل سيوة كلنا عملنا عقيقة لسيوة كلها بفضل أول بير طلع، وده بالنسبة يعتبر مولود جديد وكلنا كنا منتظرينه. كان دايما السادة المشايخ هم في نظرهم ان هو الحل الاساسي والرئيسي لسيوة ان المية تخرج برا نطاق سيوة. المكون الثاني القناة المفتوحة طول 42 كيلو عشان ننقل بقى مية البرك دي خارج الواحة. احنا طبعا مش هننقلها كلها، هو الهدف من المشروع ان احنا نخفض المنسوب بتاعها يرجع للمنسوب الامن اللي كان موجود عليه من حوالي 30 او 40 سنة. وكان في إجراءات سريعة لحماية الواحة وأهليها. حماية الواحة من الغرق عن طريق تعليق تدعيم الجسور، الجسور اللي هي حوالين بركة سيوة لأنها هي جوه سيوة القديمة. وقدرت أعمال المشروع تستعيد التوازن البيئي لواحة سيوة. التناغم اللي حصل في المشروع ده ما بين الأهالي، المشايخ، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارة، الحقيقة كان بيشكل سيمفونية للعزف على أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة. كمية السعادة اللي بتحصل لهم بتبقى كمية سعادة رهيبة جدا، حلمهم اتحقق في بير اتفجر مية عذبة عشان يستصلح أراضي بتاعتهم ويرجع الحياة ليهم كمان. الدولة استخرجت شهادة ميلاد جديدة لسيوة. لما جت الأجهزة حفرت القناة وحفرت العيون ونظمت الري أحيت سيوة من جديد.